رواية غريبة من الممكن أن تكون من إحدى الأماكن التي تم اقتباس هذا الكائن منها، مارد المصباح. معكم خالد من قناة علم الأساطير، ونبدأ في الفيديو. مارد المصباح هو كائن أسطوري مشهور في القصص والحكايات العربية الشعبية، وبالتحديد قصة علاء الدين والمصباح السحري من ألف ليلة وليلة، وهو عبارة عن جني قوي جدا محبوس داخل مصباح زيت قديم. عندما يقوم شخص ما بفرك المصباح، يخرج هذا المارد ويكون مستعد لتلبية ثلاث أمنيات لهذا الشخص. وبسبب قوة هذا المارد الكبيرة باستطاعته تلبية أي أمنية مهما كانت صعبة أو مستحيلة. وعلى الرغم من هذه القوة الجبارة، يكون المارد ملتزم بخدمة سيده الذي حرره من المصباح. تعتبر قصة مارد المصباح تعبيراً عن القوة والتحرر، فالمارد يجسد رغبات الإنسان المكبوتة والقدرة على تحقيق الأحلام. وتعكس هذه الأسطورة أيضاً جانب من الحكمة والحذر، لأنه يتوجب على الشخص أن يكون حكيماً في اختيار أمنياته الثلاثة. والآن استمعوا لهذه الرواية الغريبة، ولكن قبل الاستماع للرواية لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم الفيديوهات القادمة. يذكر المؤرخ الغرناطي في كتابه تحفة الألباب ونخبة الإعجاب أن حاكم الدولة الأموية عبد الله بن مروان سمع عن مدينة تدعى بمدينة النحاس، وقال الغرناطي في كتابه أن هذه المدينة بنتها الجن لنبي الله سليمان عليه السلام. أمر عبد الملك بن مروان موسى بن النصير أن يبحث عن هذه المدينة، وبعد رحلة طويلة وسلسلة من الأحداث الغريبة، قرر بن النصير أن يعود راجعاً أدراجه. وأثناء العودة مر ببحيرة كبيرة جداً، أمر بن النصير من معه أن ينزلوا حولها، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحيرة، فوجدوا أوعية أو جرار من النحاس مغلقة بأغطية من النحاس مختومة. فتح بن النصير ومن معه إحدى الجرار، فخرج منها فارس من نار على فرس من نار في يده رمح من نار، فطار في الهواء وهو ينادي يا نبي الله أن لا أعود. وفتحوا جرة أخرى فخرج أيضا منها فارس آخر، فقال بن النصير ومن معه من العلماء: ليس من الصواب أن نفتح هذه الجرار، لأن فيها جن قد سجنهم نبي الله سليمان عليه السلام لتمردهم. ولهذا السبب في اعتقادي أن تواجد المارد في المصباح مأخوذة من حبس الجن في الأوعية أو الجرار. وهذه نهاية الفيديو، وفي أمان الله.